السلام عليكم. هنكمل هنا الانفرس لابلاس. بعد ما درسنا جميع الطرق ان احنا ازاي نحله من الجدول، من البارشال، من الكونفوليوشن، هنبتدي نشوف بقى سوليوشن اوف ديفرنشال ايكويشن باي يوزنج انفرس لابلاس. ازاي نقدر نحل المعادلات التفاضليه بطريقه الانفرس لابلاس. احنا خدنا الترم اللي فات ان انا ممكن احل المعادله التفاضليه باكتر من ميثود، الفيرست اوردر، السكند اوردر، اورثوجونال. خدنا اللي هي السوليوشن بتاع الديفرنشال ايكويشن ويز كونستانت كوفيشنت بالاوبريتور. هنتعلم طريقه جديده النهارده ان انا ازاي اقدر احل المعادله باستخدام الانفرس لابلاس. يعني ايه الكلام ده؟ عندنا السوليوشن لينير ايكويشن، لو تفتكروها اللي احنا خدناها بالاوبريتور اي نوت واي اوف باور ان زائد اي 1 واي باور ان ماينس 1 زائد اي ان واي، بحيث ان ده اللي هو ايه الاوردر بتاع الديفرنشال بتاعي، يعني متفضله الدرجه الاولى الثانيه الثالثه. الكونستنت كوفيشنت يعني معاملات الوايات عباره عن ارقام بتساوي اف اكس. درسنا احنا الاف اكس دي بحالتين، يا اما ايكوال 0 يا اما ايكوال اف اكس فانكشن معينه كنا بنحلها بال عندكم بطريقه الاوبريتور، بطريقه لما كنت تان اكس مثلا ما كانش تنفع تحل بالايه بالاوبريتور، كنا بنشوف بقى الفاريشن الطرق دي. طيب احنا هنا هنستخدم ترانسفورم اوف ديريفيتيفز ان انا عاوز احلها بطريقه لابلاس. يقول لك اي ايكويشن بالسيستم ده بديها لك، ببتدي احل الحل بتاعك على مرحلتين. اول مرحله ببتدي اخد لابلاس لجميع اطراف المعادله اللي انا بديها لك، بمسك كل ترم من الترمات دي اجيب له لابلاس، اهو لابلاس واي باور ان، لابلاس واي باور ان ماينس 1، لابلاس واي لغايه ما بخلص. طيب كده ببتدي اجيب لكل ترم لابلاس، بتبتدي الداله المساله بتاعتي تتحول بدلاله اس. طيب احنا عاوزين نهرب من الاس دومين ولازم ارجع المساله للتي دومين. قال لك بعد ما بتخلص خالص الحل وتجيب لابلاس بتبتدي في نهايه الحل تجيب انفرس لابلاس. يعني ايه الكلام ده؟ نشوف المثال ده. بقول لك solve using Laplace transform، استخدم Laplace transform عشان تجيب السوليوشن بتاع دي واي باي دي اكس ناقص 4 واي بيساوي كام؟ 8. يعني واي داش ناقص 4 واي بيساوي 8، بحيث ان واي عند الزيرو بكام؟ ب2. طيب دي مساله كنا بنحلها بعده طرق، بالاكزاكت، بالانتجريتنج، بالهوموجينيوس، بالفيرست اوردر برنولي، او ايا كانت الطريقه بايه بتاعتي. لا انا عاوز احلها هنا بايه؟ بطريقه لابلاس. هبتدي اخد لجميع اطراف المعادله اللي قدامنا دي يا جماعه لابلاس، يعني هاخد لابلاس دي واي باي دي اكس ناقص لابلاس 4 واي بيساوي لابلاس 8. يبقى نبتدي دلوقتي ناخد لابلاس لجميع اطراف المعادله بتاعتك. طيب انا لما اخد لابلاس دي واي باي دي تي، سوري دي واي باي دي تي، هنا الاكس ديت عباره عن تي، يعني دي واي باي دي تي ناقص 4 واي بيساوي 8. يبقى هناخد لابلاس دي واي باي دي تي ناقص لابلاس 4 واي بيساوي لابلاس 8. نبتدي نجيب لابلاس واي باي دي تي، دي ليها قاعده ثابته، ايه هي؟ اس واي بتاعتي بنسميها اس واي اوف اس. لابلاس دي واي باي دي تي اس واي اوف اس. يبقى دلوقتي لما الاقي دي واي الواي داش عامه لابلاس بتاعها ايه؟ اس واي اوف اس ناقص واي عند الزيرو. يبقى تاني يا شباب، لابلاس الواي داش لقيمة ثابتة هو عبارة عن اس واي اوف اس ناقص واي عند الزيرو ماينس الأربعة تنزل زي ما هي. طب الواي دي واي اوف اس، يعني من الآخر المسألة دي كلها طبعا أنا أتأكد تاني ديت دي واي باي دي تي كلها بدلالة التي، هنجيب لها لابلاس، فالواي تفاضل الواي بالنسبة للتي أما أجيب له لابلاس بيبقى اس واي اوف اس ناقص واي عند الزيرو. طب لابلاس الواي بواي اوف اس بيساوي 8 على اس. طيب واي عند الزيرو انا مديك قيمتها ب2، عوضنا عنها ب2 واخد عوامل مشتركه بقى، اودي الاثنين الناحيه الثانيه بعكس الاشاره. هنا واي اوف اس ودي واي اوف اس تتاخد عامل مشترك، يبقى اس واي اوف اس ناقص 4 واي اوف اس بيساوي 8 على اس زائد 2. هناخد واي اوف اس عامل مشترك، يبقى لنا اس ناقص 4 تساوي 8 على اس زائد 2. هوحد المقام للمقدار ده اهو هنا بالمنظر دوت، يعني ايه؟ او هعمل كده 8 على اس واقسم على اس ناقص 4 زائد 2 على اس ناقص 4 دوت كله بدلاله الاس. عاوزين نجيب له مين بقى؟ عاوزين نبتدي الواي اوف اس دي هخليها واي اوف تي. طب انا عشان احول من واي اوف اس اجيبها واي اوف تي هاخد الانفرس،
يبقى كأني بقول واي اوف تي بتساوي انفرس لابلاس لمين؟ للقيمة دي كلها. يبقى انفرس لابلاس 8 على اس ناقص 4 زائد 2 على اس ناقص 4، واشوف كل قيمة منهم هتتجاب ازاي. 2 على اس ناقص 4 يبقى 2 اي باور 4 تي. طب 8 على اس ناقص 4 دي تتحل بالبارشل فراكشن، تتحل بالبارشل ايه؟ فراكشن. طب هي ممكن تتحل بالكونفوليوشن؟ ممكن احلها بالكونفوليوشن، اخد 8 على اس ده قيمه في 1 على اس ناقص 4، يبقى المقدار ده ممكن يتحل بقيمتين، يعني يتحل بالبارشل فراكشن هاخد a على اس زائد b على اس ناقص 4 واجيب الايه واجيب البي، او ممكن احلها بالكونفوليوشن اخد 8 على اس دي داله وال 8 على اس ناقص 4 داله وابتدي اجيب لها بطريقه الكونفوليوشن. طيب لو جبنا الايه والبي هقدر اجيب الام بتاعي بمنتهى السهوله اهو، 8 على اس في اس ناقص 4 بتساوي a على اس زائد b على اس ناقص 4. هنوحد المقام، واذا كان المقام يساوي المقام يبقى البسط يساوي البسط، يبقى 8 بتساوي a في اس ناقص 4 زائد b اس. هنعوض باصفار المقام، مره احط الاس ب 0 ومره احط الاس ب 4. جبت ال a وال b، يبقى هنجيب انفرس لابلاس سالب 2 على اس زائد 2 على اس ناقص 4. سالب 2 على اس ترجع لسالب 2، اما 2 على اس ناقص 4 هي 2 اي اس 4 تي. يبقى دي الاجابه النهائيه. المساله كانت بتقول لك سولف يوزنج لابلاس ترانسفورم واي دبل داش زائد كي سكوير واي. هنا في مين؟ واي. يعني احنا لو حطينا بصينا كده بالراحه هنا عندي هنا لازم يكون في واي، معذره انا نسيتها دي واي. وناخد لابلاس ونشتغل مساله، اول نجيب لابلاس وبعد كده نجيب الانفرس لابلاس. عندي حاجه كمان، المسائل اللي عندي كلها مسائل تفاضليه. طب المساله اللي عندي فيها انتجريشن، عاوزين نحل المعادلات بتاعتي تكون مالها سوليوشن اوف لينير انتجرال ايكويشن، معادلات التكامليه. مش احنا دلوقتي عندنا لابلاس ماينس 1 اف اس في جي اوف اس بيساوي التكامل؟ لا، انا مديك المقدار ده وعاوزه ارجع بيه للمقدار ده. طيب احنا عندنا المساله بتاعت انتجريشن اف تي ماينس يو في جي اوف يو او جي تي ماينس يو في اف تي، اما باجي ارجعها للكونفوليوشن مش ديت تي ماينس يو ترجع لاصلها، او بمعنى صح هنا جي اف تي ماينس يو ترجع لاصلها، يبقى اف اوف مين؟ تي. طب دي جي اوف يو ترجع لاصلها اللي هو مين؟ جي اوف تي، وعلامه التكامل تتشال ويحط مكانها ايه؟ كونفوليوشن. او هنا جي تي ماينس يو اشيلها خالص واخليها جي اوف تي. طب والتي دي تبقى هنا دي يو، معذرة معذرة ديت هنا يو يو تاني يا شباب معلش، هنا الجي تي ماينس يو هتبقى جي اوف تي، وهنا الاف اوف يو هتبقى اف اوف تي. طيب يبقى احنا استبدلنا علامة التكامل بعلامة مين؟ الكونفوليوشن. بعد كده اخد كل طرف من الاطراف ده اجيب له لابلاس، وبعد كده اشتغل مين؟ انفرس لابلاس. يبقى تاني انا بديك المساله بتاع الانتجريشن ده، يبقى لازم تشيل علامه التكامل دي وترجعها بدلاله الكونفوليوشن، فالاف تي ماينس يو تبقى اف اوف تي، التكامل يتشال تحط كونفوليوشن، جي اوف يو هتبقى جي اوف تي. نجيب لابلاس لكل تيرم يطلع الناتج اف اس في جي اوف اس، ابتدي اجيب له انفرس لابلاس. سولف ذا انتجرال ايكويشن اكس اوف تي بيساوي تي زائد تكامل من 0 تي اكس اوف يو ساين تي ناقص يو دي يو. سوليوشن، اول خطوه نستخدم لابلاس ترانسفورم، ماشي، او لابلاس اكس اوف تي بيساوي لابلاس التي زائد لابلاس الكلام ده، بس لازم نستغنى عن علامه التكامل، فالاكس اوف يو هتبقى اكس اوف تي، والساين تي ماينس يو هتبقى ساين تي، وعلامه التكامل تتشال وتحط مكانها كونفوليوشن. ماشي يا شباب، يبقى لابلاس اكس اوف يو هتبقى اكس اوف تي، والساين تي ماينس يو هتبقى ساين تي. ادام دخلت لابلاس يبقى لابلاس بيشيل علامه مين؟ الكونفوليوشن. يبقى كاني بقول لابلاس اكس اوف تي في لابلاس ساين تي. لو ما كنتش كتبت ال دي كان لازم اكتب اكس اوف تي كونفوليوشن ساين تي. طب انا كتبت اللابلاس ما اكتبش كونفوليوشن. هنجيب ادي هنا اكس اوف تي اللي هي اكس اوف اس، التي واحد على اس سكوير، لابلاس اكس اوف تي اكس اوف اس، الساين تي واحد على اس سكوير زائد واحد. نجيب ده الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى اكس ماينس اكس في واحد على اس سكوير زائد واحد بيساوي واحد على اس سكوير.
هنا اكس ناخدها عامل مشترك ونوحد المقام بتاع الترم ده ونقسم عليه الناحية التانية، بحيث ان انا اجيب اكس في طرف الواحد. على فكرة انا ممكن اجيبها بدل اكس اوف تي، ممكن اقولها واي اوف تي، فالقوانين اللي بتطبق على الاكس هي على الواي. اهو ادي الاكس، وحدنا المقام، ادتنا اس تربيع على اس تربيع زائد واحد، هقسم عليه الناحية التانية، يعني المقام يروح بسط والبسط يروح مقام. اهو ادتنا اس سكوير زائد واحد على اس اس اربعة، هوزع البسط على المقام، ده على ده زائد ده على ده، اس تربيع على اس اس اربعة يدينا واحد على اس سكوير زائد واحد على اس اس اربعة، يبقى اكس اوف اس دي هتبقى اكس اوف تي، لابلاس ماينس 1 واحد على اس سكوير، ولابلاس ماينس 1 واحد على اس اس اربعة، يدينا الناتج بتاعنا. واي داش اوف تي بيساوي واحد ناقص ساين تي ناقص التكامل، هناخد لابلاس الواي داش ولابلاس الواحد ولابلاس الساين ولابلاس الانتجريشن ده كله. الواي داش اوف تي باس واي اوف اس ناقص واي عند الزيرو بيساوي لابلاس الواحد بواحد على اس، لابلاس الساين بواحد على اس سكوير زائد واحد، لابلاس التكامل، التكامل هيروح يبقى واي اوف تي يو تبقى واي اوف تي. اهو هنا يعتبر في دالتين، واي اوف يو في واحد، فالواي اوف يو هيبقى واي اوف تي، والواحد ينزل زي ما هو. هقول لابلاس واي يبقى التكامل بيتشال، ونقول ده عباره عن لابلاس واي اوف تي في لابلاس الواحد، ونجيب لابلاس لكل تيرم زي ما احنا شايفين اس واي اوف اس، هعوض عن واي عند الزيرو بزيرو، واحد على اس، واحد على اس سكوير زائد واحد ناقص واي في واحد على اس، هنودي الناحية التانية بعكس الإشارة ونجمع، بقى واي دالة في اس، أبتدي أجيب لها الإيه وأطلع الناتج بتاعي. شكرا.